مطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج، ده هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. عالموج العالي بيمشي، عالموج العالي بيمشي، وكمان المرضى بيشفي، يدي وبالنعمة يكفي ويسدد الاحتياجات في البحر، يشق طريق يتمجد وسط الضيق، واما الاحوال بتضيق يجي ويصنع قوات، واما الاحوال بتضيق بنثق انه بيجي يصنع قوات. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن.